هنرد جنين الناس اللي بتتعب لسنين علشانك في مكان علشانهم ساعد يا ما زمان ساعدوك في مكانك يلا نرد جنين الناس اللي بتتعب لسنين علشانك في مكان علشانهم ساعد يا ما زمان ساعدوك في مكانك مستشفى الكبد المصري ببلطيم على حساب 700 في البنك الأهلي المصري وبنك مصر. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. الحقيقة مرضى الكبد يعني تفاصيل المرض صعبة جدا ومؤلمة، وصعب انه حد يكون قاعد في منطقة ما فيهاش من يعني يسعف هذا المريض. وبالتالي مستشفى الكبد والجهاز الهضمي 700 هي موجودة ببلطيم. كان في احتياج شديد لعلاج مرضى الكبد، وبالتالي تم بناء هذا الصرح الخيري. انا برحب بدكتور محمد عبد الواحد، نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى الكبد والجهاز الهضمي ببلطيم 700. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين الكرام. أنا كنت عايز أعرف، ما كانش في مكان في بلطيم يخدم مرضى الكبد؟ أنتوا في البداية قلتوا إحنا لازم يعني نركز في فكرة مرضى الكبد. بصي حضرتك، إحنا طبعا بلطيم باعتبارها بتوجد في أقصى شمال الدلتا، وطبعا زي ما حضرتك عارفة والسادة المشاهدين إن البلاد اللي هي في نهاية المجرى بتاع الترع وكده دايما بيبقى فيه مشاكل شويه في ميه الشرب في كلام من ده. فلاحظنا ان احنا كنا الاعلى اصابه بفيروس سي. طبعا مصر كانت بتحظى بالمركز الاول على مستوى العالم في الاصابات، واحنا المركز عندنا كان رقم واحد. فاحنا كمجتمع اهلي كان طبعا ما فيش حد ما فقدش عزيز ليه، جار، صديق كده، بسبب الامراض بتاعه الكبد. فبدأنا ان احنا نتعاون كمجتمع اهلي وكجمعيات اهليه ان احنا بنساعد اهلنا دول من المدينه او القرى المجاوره، ان احنا بننقلهم لبعض المستشفيات من خلال اتصالاتنا وكده ان احنا نعالجهم. بس الاعداد بقت كتير قوي، بقى موضوع ان انت تنقلي المريض نفسه بقت مكلفه جدا لان الاعداد بالالاف. ففكرنا ان احنا نجيب المستشفى عندهم. وعملنا شراكه مع بالفعل جمعيه امراض الكبد بالدقهليه برئاسه الاستاذ الدكتور جمال شيحه، طبعا استاذ الكبد. وعملنا شراكه معاه بحيث ان احنا نعمل المستشفى ديت علشان تخدم اهلنا في بلطيم. يعني فالفكره جت من الحاجه طبعا. او الاحتياج والضروره ان احنا نعمل حاجه زي كده. المستشفى لسه ما اشتغلتش، لكن بداتوها امتى؟ احنا بدانا من الفكره بدات يمكن من 6 سنين. يا ربنا سخر لنا ناس ساعدتنا كتير، منها المكتب الاستشاري، وطبعا احنا مش هنقول اسامي علشان ظروف الدعايه وكده، اللي تطوع بان هو يعمل لنا التصميمات الهندسيه والاشراف. هي مستشفى خيري في المقام الاول، كله كان كان ربنا مسخر اهل الخير لينا الحقيقه. وما خذلوناش يعني. اهل مصر دايما معطائين وعندهم الخير ده موجود. طبيعي مكتب استشاري مثلا يعمل حاجات، فيعني من باب اولى يساعد ويقوم عامل المستشفى خيري. ده اللي حصل بالظبط كده، ومشيت الامور. بس اتطورت الامور معانا ان احنا بدانا نضيف تخصصات، لان اكتشفنا ان طبعا مش كل يوم بنعمل صرح طبي. فقلنا نعمل حاجه لينا والاجيال اللي جايه وتخدم المحافظات اللي جنبنا كمان. فدخلنا بقى تخصصات تانية جنب الكبد والجهاز الهضمي، بجراحات المناظير، بجراحات العامه، بقسم كمان لامراض الكلى والغسيل الكلوي. كل الحاجات دي بيعاني منها الاهالي بتوع المنطقه عندنا. كان عندهم نقص في استيعاب الاعداد بالظبط اللي عندها فيروس سي، ومن ثم طبعا امراض الكبد. و فيعني اتحركتوا لهذا السبب شديد الانسانيه. طيب المفروض امتى تشتغل؟
المفروض تشتغل النهارده يعني لو احنا بنسال المفروض تشتغل النهارده. بس طبعا انت عارفه حضرتك احنا يمكن لاول مره بنوجه رساله للشعب المصري بنستغيث بيهم. احنا كان نفسنا نقدمها هديه لكل مصر من خلال بس مدينه بلطيم ومركز البرولوس او اهل المنطقه. واحنا في الفتره اللي فاتت قمنا بان احنا فعلا المبنى تم استكماله بشكل كامل. دلوقتي احنا في مرحله التشطيبات الداخليه. ده متوقف على كميه ضخ التبرعات بالنسبه للمشروع. انت عارف حضرتك مرينا بظروف طبعا في وباء كورونا طبعا. والظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلاد في الفتره ديت وكل العالم تقريبا. فبدانا دلوقتي نستشعر ان احنا محتاجين دعم اكتر من اهلنا في مصر. الشعب المصري طبعا طول عمره ما خذلنا، احنا دايما بنراهن على اهلنا الطيبين. نوعيه المساعدات ايه بقى؟ يعني هل انتوا عملتوا الاجهزه، اجهزه الاشعه، المناظير، الحاجات دي جت ولا لسه؟ والله احنا في دراسه عملناها مع الدكتور جمال لسه طبعا ما جتش. احنا دلوقتي في مرحله التشطيبات الداخليه للمستشفى المبنى. يعني احنا في مرحله المبنى، في مرحله المبنى والتشطيبات الداخليه للمبنى. يعني المبنى اكتمل، حتى ممكن حضرتك الصوره اللي موجوده دلوقتي على اللي كانت موجوده من شويه على الشاشه احنا بالفعل دي هتتغير مثلا في خلال شهر. لان احنا عندنا بالفعل الشبابيك بتاعه المستشفى كلها موجوده ومتخزنه جوه، بس بناخد اللون النهائي بنجهزه دلوقتي علشان ان احنا ايه نقفل المبنى قبل موسم الشتاء، بنسابق الزمن عشان نقفله خالص يعني من بره. انما موجود كل التخصصات اللي هتعمل في هذه المستشفى. في تخصصات، احنا عندنا 12 عياده خارجيه بتخصصات مختلفه، وعندنا قسم للطوارئ برضو لانقاذ الحالات اللي محتاجه اسعافات اوليه طبعا، وعندنا قسم كامل للجهاز الهضمي بكل تخصصاته. عندنا 3 غرف عمليات كبيره جراحيه كبيره، غير 3 غرف للمناظير. كمان عندنا قسم لامراض الكلى وفي 30 وحده غسيل كلوي. اضفنا كمان مؤخرا قسم الامراض القلب والقسطره والدعامات للقلب، لان طبعا انت عارف حضرتك ان الحاجات دي بالنسبه للغير القادرين بتبقى صعب شويه ان هم يقدروا يلاقوا لها حل. يعني اللي هي امراض القلب بالنسبه للي محتاجين دعامات في القلب والقسطره، وبتعرف حضرتك ان الموضوع ده مكلف جدا. فاضفنا قسم زي ده بتعاون مع قسم القلب في جامعه كفر الشيخ في كليه الطب. وهنعمل برضو القسم ده ان شاء الله يعني باذن الله. طيب معانا تليفون دكتور عبد المغني ابو النور، دكتور طبيب البطنه هو احد فريق العمل اهلا بحضرتك يا دكتور. الله يسلمك يا باشا، ربنا يخليك. ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا. كلمنا عن دور المستشفى في خدمه اهالي بلطيم. المستشفى حضرتك دي مستشفى ضروره لان احنا محتاجينها، لان احنا مركز بيتوسط يعني بيتوسط مستشفى شربين، بيتوسط معهد شبين الكوم، بيتوسط اسكندريه. احنا اللي في النص بينا وبين اقل حاجه واحد منهم 120 كيلو بنخدم هنا 100 بينكم وبين ايه؟ بين اقرب مستشفى 120 كيلو ده سفر. اقرب مركز لخدمات الكبد. واخد بال حضرتك؟ فاحنا هنا في تخصصات موجوده للكبد والجهاز الهضمي بتخدم كل اللي موجود في المنطقه. احنا ما عندناش لا بلطيم ولا البرولس ولا كفر الشيخ، احنا كل محافظات مصر احنا تبعها. ودي مستشفياتهم. سمعت الدكتور محمد بيقول لك على التخصصات اللي موجوده، احنا عندنا حوالي 14 تخصص موجودين لخدمه كل فروع الطب. ايوه. بالنسبه لحضرتك الحاجات اللي هو قال لك احنا هنخدم بحيث ان احنا بنعمل توأمه مع المراكز الطبيه المتقدمه بحيث انهم يجوا لنا. بنخدمهم باساتذتهم واخصائيهم، ويعني بنعمل يعني دي بتتعمل طفره في الخدمه الطبيه في البرولس وكفر الشيخ ووادي بحري كله. جميل. طب ايه المطلوب بقى؟ يعني انتوا يعني واقفين عند ايه المرحله اللي انتوا واقفين فيها، وايه المطلوب بقى بعد كده؟ احنا حضرتك خلصنا دلوقتي تقريبا المباني والتشطيبات، احنا عايزين تجهيزات. فحضرتك اما جينا نعمل المبنى تم مراعاه كل الملاحظات. عندنا الاستاذ الهندسه الطبيه الدكتور باسل توفيق قال لنا على كل الملاحظات بالنسبه للمشروع، واللي هو مشرف على الموضوع استاذ الهندسه الطبيه بجامعه القاهره. وتم مراعاه الكود المصري لمواصفات بناء المستشفيات، هو كود من اصعب الاكواد اللي موجوده في مستوى العالم ونفذناها. اداره التخطيط واداره الجوده
بمديريه الصحه بكفر الشيخ بتزورنا وقالوا وقاموا بالاشاده بالمبنى وقبضوا بعض الملاحظات ونفذناها لانهم هم المسؤولين عن اصدار ترخيص التشغيل طبعاً للمستشفى. طبعا يعني انتوا طلعتوا الترخيص؟ الترخيص هم بناء على ظرفهم وبناء على ان احنا بنكمل لسه بعد ما يعني تستكمل. بناخد فاحنا عايزين بقى يعني بوجود حضرتك ان احنا الناس صوتنا يوصل للناس المتبرعين. احنا محتاجين حاجات يعني زي مثلا محولات كهرباء، اسانسيرات، تشيلر وضغطات للتكييف، تجهيز حجرات العمليات من الات واجهزه تخدير. يمكن المتبرع بماكينات اجهزه غسيل كلوي، اجهزه اشعه طبعاً عاديه وسونار، تجهيز المستشفى بالكامل، غرف العمليات. احنا العمليات كلها كبسوليتد، يعني اللي هي عباره عن كبسوله مغلقه غرف العمليات. تصميمنا كده يعني شو. تمام. يا استاذه احنا عاملين يعني حاجه لمجال القدام، عاملين مثلا عندنا حجره عمليات عشان مستقبلا الاجيال اللي جايه نعمل عمليه نقل فص كبد للمريض. دي مستقبلا، احنا مش هنبدا بيها بس دي مستقبلا بالنسبه للعمليات والحاجات دي. يعني التبرع مثلا بمناظير وحدات الغسيل الكلوي عندكم 30 وحده 30 وحده للغسيل الكلوي. دي مهمه جدا. جهزنا مكانهم. وعايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا اصلا كل اجهزه المناظير عاملين مكانها مناظير للجهاز الهضمي ومناظير المسالك، وعاملين مركز لتفتيت الحصوات بالموجات التصادميه. لان دي حاجات دلوقتي الثوره اللي موجوده دلوقتي في الطب موجوده في المناظير. طبعا جراحه المناظير اللي هي بيجي يقعد هو يوم واحد ويمشي اخر النهار بيعمل عمليته بالمنظار. طبعا عمليات اليوم الواحد ومعروفه طبعا. وفكره كمان الغسيل الكلوي ده يعني لود رهيب على اهل المنطقه، لانه ناس بتغسل 3 ايام في الاسبوع. ففكره انه يغسل 3 ايام في الاسبوع وينزل على بعد 120 كيلو اقل حاجه، دي برضو وممكن ابعد من كده كتير علينا. والله والله العظيم يا استاذه ان في ناس بتغسل من عندنا البلطين بتروح طنطا بعيد، يروح يغسل ويروح 3 مرات او مرتين في الاسبوع. تكلفه غير التكلفه وطبعا مجهود يعني صعب. ربنا يعين الناس كلها. يا رب ياخد عربيه كل مثلا كل غسله عربيه مثلا ب 1000 جنيه او ب 600 700 جنيه. طب ما هو ده لود عليه. او بقى مواصلات بقى ميكروباصات احنا كنا بنضطر نجيب عربيات ونقل الناس دي. ليه مريض ومحتاج الرعايه تكون عنده. بالنسبه لحضرتك دي حاجات لازم رجال الاعمال والشركات المانحه والمؤسسات اللي بتمنح يعني بنوصل بمساعده حضرتك صوتنا لهم. هو طبيعي اي حد ناس كتير قوي اهل الخير كتير وعندهم وبره بيتابعونا من كل حته في العالم وبيبقوا عايزين يطلعوا زكاتهم وصدقاتهم وبيبقوا عايزين يحطوها في مكان يعني، والمجتمع المدني كله بيتكاتف عشان يخدم المناطق اللي مش اللي فاضيه اللي ما فيهاش خدمه دلوقتي. فده مكان قائم موجود هيخدم اهالي المنطقه. اعتقد الناس اللي بتتابعنا من بره ممكن يكون جذورهم واصلهم من هذه المنطقه. يقدر ينزل على فكره، يقدر ينزل ويروح ويشوف طبعاً المكان طبعاً. يقدر يتواصل معاكم ازاي بحيث يعني يبقى عارف انه مثلا هو نزل وشايف المكان قدام عينه بحيث يبقى فاهم ان فلوسه محطوطه في المكان الصح. يعني هيقدم له الضمانات وكلمه انه يقدر بنفسه ينزل ويشوف. تمام. احنا طبعا بنرحب، احنا عندنا في مبنى مؤقت لجمع التبرعات موجود في الموقع، وبنتشرف بان احنا نستقبل اي زوار للموقع يجوا ونطلعهم على كل اللي موجود. ثانيا احنا بنحب نطمن اهلنا ان احنا جمعيه اهليه مشهره تابعه لوزاره التضامن، معانا تصريح جمع مال بيجدد سنويا بعد تصفيه الحساب كل سنه. طبعا في مراقبه من وزاره التضامن الاجتماعي. طبعا في مراقبه طبعاً. وفي الحساب ده بيتصفى كل سنه وبدليل ان هم بيجددوا لنا ان طبعا ما فيش اي ملاحظات على هذا الحساب. طبعا في ارقام للحساب اكيد موجوده مع حضراتكم الساده المشاهدين. وفي ارقام للتواصل، ممكن نبعت مندوبين يستقبلوا الكلام ده بايصالات رسميه معتمده. واحنا بنقول لكل الناس يا ريت كل واحد بيتبرع لاي مشروع ما يتبرعش باي فلوس من غير ايصال معتمد. طبعا
لان الايصال ده بيدي ضمانه اولا للمتبرع، وفي نفس الوقت بيدي مصداقيه للمشروع اللي بيتم فيه. لان انا مثلا كراجل قائم على مشروع اقدر اخد تبرع من حضرتك واعمل ايصال، بس ما اقدرش اصرف الفلوس ديت بمزاجي. لازم تتصرف من خلال مستخلصات او للمقاول او كده. احنا نقدر نحط الفلوس في البنك بس ما نقدرش نطلعها الا بشيكات لجهات معينه. ويبقوا عارفين فده بنطمن اهلنا طبعا في كل مصر ان المشروع ده هو طبيعي. اي حد بيطلع اول سؤال بيساله انتم متاكدين من الناس دي؟ طبعاً. وبالتالي التاكد والتحقق ده واجب يعني طبعاً. واجب على كل واحد بيطلع فلوس انه لازم يتاكد هي رايحه فين وهتخدم مين وايه بالظبط. الصرح موجود، ودي برضو دعوه لكل الناس ان هم يا ريت يشرفونا في مدينه بلطيم ونقابلهم ويشوفوا الصرحة. لان طبعا احنا مهما نتكلم الناس لما بتشوف على الطبيعه بيبقى الوضع مختلف كتير يعني. فاحنا بندعو كل اهلنا في مصر من كل حته يجوا يشرفونا، واحنا ناس كرم بطبيعتنا يعني هنستضيفهم وهيشرفونا ويشوفوا على الطبيعه ويا ريت يدعمونا. احنا بندعي شعب مصر كله انه يدعمنا في المشروع. انا في البدايه طبعا بشكر دكتور عبد المغني ابو النور اللي كان معانا على التليفون. طبعا وعلى فكره ده بيسموه في بلطيم دكتور الغلابه والله، لانه مازال ما زودش الكشف بتاعه ويعني بيعامل الناس دايما كده. ربنا يجازيه كل خير. وبشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الواحد نائب رئيس مجلس اداره مستشفى الكبد والجهاز الهضمي ببلطيم. 700 700. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه. اشوفكم على خير في الحلقه الجايه باذن الله. يلا نرد جميل الناس اللي بتتعب لسنين علشانك، اني مكان علشانهم ساعد يا ما زمان ساعدوك في مكانك. يلا نرد جميل الناس اللي بتتعب لسنين علشانك، اني مكان علشانهم ساعد يا ما زمان ساعدوك في مكانك. بناء مستشفى الكبد المصري ببلطيم على حساب 700 700 في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.